هناك العديد من الأمراض المزمنة اللي أصبحت مسيطرة ومستوطنة في مجتمعنا المصري وفي العديد من المجتمعات العربية أيضا. من الأمراض دي مرض زي الضغط، السكر، مرض القلب، ويعتبر من الأسباب الرئيسية للإصابة بهذه الأمراض هي العادات الغذائية الخاطئة والإقبال الشديد على الأطعمة السريعة الفاست فود زي ما بيتقال عنها، اللي بتكون غنية جدا بالمواد الدهنية وفيها سعرات حرارية عالية جدا بتأثر على أجسامنا بشكل سلبي. النهاردة عايزين نعرف إزاي ممكن نستفيد من التغذية السليمة بحيث إن احنا نقي أجسامنا ونقي أنفسنا من هذه الأمراض الضارة، وإزاي ممكن كمان التغذية السيئة تجعلنا عرضة أكثر للإصابة بهذه الأمراض الخطيرة. ضيفنا في هذه الفقرة هو الدكتور عزت عبد الفتاح عفيفي، أستاذ البطن والقلب بالقصر العيني. أهلا يا دكتور بحضرتك. أهلا بك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبة ولكل المشاهدين بخير. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور، تحياتي لحضرتك. للأسف مع تغير العادات والتقاليد بتاعتنا ومع ضغوط الحياة وخلاص بقى الروتين ما شاء الله يعني مستفحل جدا وضغط على حياتنا بشكل يومي، بقينا نقبل على الوجبات السريعه والاغذيه اللي هي مجهوله المصدر، وما فيش توازن غذائي وتوازن في العناصر الغذائيه اللي بتمد للجسم بكافه العناصر الغذائيه. في البدايه كده قبل ما نتكلم عن هذه الامراض عايزين نعرف علاقه التغذيه السليمه بتجنب المرض وعلاقه سوء التغذيه بجلب الامراض اللي هي الامراض المتفشيه بشكل كبير جدا في يومنا هذا. بالظبط. في البدايه عشان نوضح الموضوع ده نوضح الفكره، الاكل بيمشي ازاي. تمام. احنا بناكل مجموعه من الحاجات، معظم اكلاتنا كلها حاجات دهنيه، حقيقي النشويات في بعض الاحيان غلب عليها، فكل الحاجات دي بتبدا الهضم من الفم عن طريق الغدد اللعابيه واللعاب، بيبدا للبلعوم، يوصل للبلعوم المريء المعده، في المعده بيبدا يفرز عليها الاحماض الخاصه بالهضم، وبعد كده تبدا تروح للاثنى عشر، في الاثنى عشر بيصب عليها الانسولين عن طريق البنكرياس، والقناه المراريه بتصب المستحلب الدهني اللي هو نتيجه صب الماده اسمها الصفرة اللي طالعه من المراره، نتيجه انقباض المراره نتيجه اثناء الاكل او وقت ما الاكل يوصل المعده المراره بتنقبض عشان تفرز الصفرة تجهيز لعمليه الهضم. تمام. فبيبدا الهضم في الجهاز العلوي من الجهاز الهضم اللي هي المعده والمعده والفم والاثنى عشر، وبعد كده يبدا يكمل بقى في الايه الامعاء الرفيعه والامعاء الغليظه. تمام. سوء التغذيه لما نبدا ناكل بيبدا الهضم، لما الهضم بيبقى اكله تقيله جدا المراره بتنقبض انقباض شديد جدا عشان تدفع بكميه كبيره من الصفرة عشان تهضم الاكله الدسمه اللي احنا اكلناها. تمام. الاكله الدسمه دي نتيجه الحاجات اللي الاستاذه بتقول عليها في مقدمه الحلقه، اللي هي الحاجات المقليه والحاجات المحمره والحاجات الدهنيه والحاجات التيك اواي اللي احنا بنشوفها كلنا. تمام. للاسف معظم الحالات المرضيه اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي هي بتظهر في الشباب اكتر من الناس الكبار. يعني بيجينا ناس في سن العشرينات طلبة في الجامعات الخاصة أو الجامعات العامة بيقعدوا طول النهار في الشارع، صح، قاعدين على التكاويه في إقبال شديد مع السجاير مع القهوة مع النسكافيه مع الحاجات اللي قلنا عليها، وبعدين يروح البيت ياكل وجبة دسمة بالليل وينام. بيجي حضرتك بيجن ارتفاع شديد جدا في ضغط الدم، أعراض أزمة قلبية، أزمة قلبية حادة، دي نفس جامد وعرق وهبوط، داخل فيه قصور في الشريان التاجي أو ذبحة صدرية. اللي بيحصل الآتي، الأكل لما بيخش بيبدأ امتصاصه من بعد المعدة وفي الأمعاء الدقيقة، وبعد ما يصرف يصب عليه المستحلب الدهني بيبدأ الامتصاص. الامتصاص ده بيروح فين؟ بيروح للدم. الدم بيروح عن طريق الوريد البابي يوصله للكبد عشان تفلتره وتبدا عمليه الهضم. المواد الدهنيه دي بتفرز او بتهضم او بتتفلتر كلها في الكبد بما فيها المسكنات، بما فيها المضادات الحيويه، بما فيها السموم الاخرى اللي بنشوفها من ادويه ومخدرات و و و الفلتر الوحيد اللي بيبدا في الجسم هو الكبد. فبياخد اللود الاكبر من المسؤوليه انه بيمتص السموم كلها اللي في الجسم. بالظبط. لما يبدا يهضم السكريات بياخد حقن الجسم، وبعد كده الزياده بيحصل فيها ايه؟ بتبدا تتحول لسكريات تاني، تخرج في شكل سكريات، او لو زادت قوي بتتحول لدهون بتطلع في شكل حاجه اسمها الكوليسترول.
نعم. الكوليسترول ده مشكلة المشاكل بالنسبة لمريض الضغط، مريض السكر، ومريض القلب. نعم. بيخش في الشرايين بتاع الجسم، خاصة الشرايين البابية بتاع القلبية. والشرايين بتاعة المخ، الشرايين بتاع الأطراف، يبدأ يحس بدواري، عدم تركيز، نسيان، يبدأ بحس أزمات، خنقة، ضيق نفس، تقوم من النوم نتيجة زيادة الكوليسترول. تمام. طيب دكتور، اتفضلي. دكتور، من الأمراض كمان المنتشرة جدا مرض السكر، يعني ده من الأمراض الخطيرة واللي بيعاني منه كتير جدا من الناس. عايز أسأل حضرتك عن أسباب الإصابة بمرض السكر، وهل مرضى السكر بيكونوا أكثر عرضة للإصابة أيضا بأمراض القلب؟ بالظبط زي ما حضرتك بتقولي، برضو استكمالا لحديثنا اللي احنا بنقوله، في عنصر هام جدا ناس كتير بتغفله، خاصة العائلات، الأب والأم، لما يكون عند أحدهما أو كلاهما سكر أو ضغط. صحيح. عامل وراثي يعني. عامل وراثي. فبيبقى في استعداد بالنسبة للأطفال، خاصة في السن الصغير، من العيل مبطرخ قد كده أو تخين جدا، البنت تخينة جدا، حركتها قليلة، نتيجة إيه؟ عايشة طول النهار في المدرسة وفي البيت على البيبسي والعصاية. تمام. ويجي برضو بالليل الفاكهة، الأكل ده آخر حاجة ينسوه، حتى إذا كل تبص تلاقي كتير جدا بنسمع لتر الحاجة الساقعة جنب الأكل. صحيح. بإدمان للأسف. وبعدين يجي يقول بكرش وبيزيد، طب ما لازم يزيد. وبعدين زي ما قلت لحضرتك في بداية الكلام، لما يكون في استعداد وراثي للسكر أو الضغط، الابن أو الابنة معرضة للسكر والضغط في أي وقت. فده ده لو زاد الوزن بيبقى لازم في سكر أو ضغط. صحيح. وده اللي بيظهر بنشوفه في السن الصغير زي ما قلت لحضرتك في سن العشرينات، وبيجي قبل كده كمان في سن 12 سنة بنشوف ناس نتيجة اللخبطة الجامدة في الأكل أو الانفعالات السريدة بيجي لهم سكر وبيجي لهم ضغط. بالنسبة للسكر بالذات زي ما بنقول، الإكثار من تناول البيبسي والعصاير، الإكثار تناول الحلويات والنشويات، دي بيعيش عايش طول عمره بالليل والصبح والظهر على الرز والمكرونات والعيش والبقسماطات والشوكولاتات والكلام ده كله، ويجي ياكل ده كله، مش ياكل حاجه لان بطنه مليانه من الحاجات دي طول النهار. معظم الناس اللي بنشوفها او اللي قابلها في عياداتنا اللي هم وجبتهم الاساسيه تلاقيها بالليل، مش الفطار مثلا او الغداء، لا العشاء. للاسف بيصحى من النوم الساعه 1 2 فيعتبره فطار. بالليل بقى لما تتجمع الاسره كلها يبدا ياكل. ده عرضه دايما زي ما قلت في بدايه الحلقه للسكر، لارتفاع الكوليسترول اللي بيؤدي لخسوف في الشرايين التاجي، وبيؤدي للامراض ذبح الصدريه والازمات القلبيه، بيؤدي للمرض السكر، بيؤدي لزياده الوزن. الاخطر من كده انه لما ياكل ويقعد، طبعا هيقعد يتفرج على التلفزيون للصبح، مفيش حركه. طب دكتور، هل مسموح ان الشخص يتناول الطعام مثلا قبل الساعه 8؟ يعني نقدر نقول بالليل اللي هو ما يبقاش في خطر على الشخص؟ لا، الوجبه الاساسيه دايما لازم يعقبها مجهود، لازم يعقبها حركه. تمام. عشان يبقى في هضم ويبقى يستفيد من الاكل اللي بياكله، يحرقه. ففي الحرق ده بيستفيد منه في نفس الوقت ما بيروح. انما لما ناكل مثلا الساعه 8 9 10 11 طب ما فيش حركه خلاص كده، وبالتالي ما فيش حرق، ما فيش هضم. فبيتحول لدهون او كوليسترول او حلويات او نشويات، بتحول لسكريات. زياده الوزن، خسور الشريان التاجي، السكر والضغط. الاخطر من ذلك واللي بنشوفه شائع جدا، ان الاكل بيقعد في المعده او بيتحرك ببطء جدا فبيتخمر. التخمر ده بيعمل غازات كتير، بيجي في اعراض قولون في شكل امساك او اسهال. ليه الامساك؟ بيبقى نتيجه انه عايش على الرز والمكرونه والبيبس والعصاير، اللحمه والشوربه، انما مفيش لا سلطه، مفيش خضار، مفيش فاكهه، اللي هي الحاجات اللي فيها الياف اللي بتعمل بالك او تعمل حجم للبراز، فبالتالي بيبقى فيه براز. وبنعرف بالمناسبه الامساك او الاسهال، لو زاد عدد مرات البراز عن 4 مرات بيبقى اسهال، لو اقل من مرتين او مره بيبقى امساك. طيب خلينا نتكلم برضه يا فندم تاثير يعني سوء التغذيه على مرضى الضغط، وحضرتك تعلم يعني هناك كميه كبيره جدا، واللي بنستعجب له دلوقتي ان اطفال بيجي لهم الضغط مبكرا يعني بسبب سوء التغذيه، ومع ذلك ما زالت الاسر مش منتبهه في موضوع التنظيم الغذائي، وان احنا نقدر نستفاد بكميه كبيره جدا من العناصر الغذائيه اذا تم التنوع، وكان طبق السلطه يعني زي ما بيقولوا كده عنصر اساسي في المائده بتاعتنا. ازاي نقدر نتكلم ونقنعهم بالموضوع ده والتاثير المباشر على الضغط من خلال سوء التغذيه؟ بالنسبة للأكل زي ما قلنا، الوجبة الأساسية لازم تبقى متكاملة، خاصة الوجبة الأساسية. يعني مثلا الوجبة الأساسية لازم طبق الخضار، طبق السلطة، اللحوم أو الفراخ، الطيور. وفي الحالة دي بنقول اللحوم إما مسلوقة أو مشوية.
القلي او التحمير بيجمد الكوليسترول فيها، وبالتالي بيبقى عرضه للاصابه بالكوليسترول، وبالتالي عرضه لازمات القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول اللي بيؤدي الى الازمات القلبيه وجلطات بالنسبه لضغط السكر. خاصه احنا بنلاحظ دايما ان الازمات القلبيه ولا قدر الله الجلطات بتيجي في الفجر. ليه؟ عشان الضغط بيعلى في الفتره دي. والاكل دايما بيبقى وحش في الفتره دي، وزي ما قلنا ما بيتهضمش وبيتحول للحاجات اللي قلنا عليها. تمام. اللي بالنسبه للسكر برضو نفس المشكله، لان في زياده الوزن زي ما قلنا، وفي زياده كوليسترول نتيجه عدم الحرق وزياده الوزن والاستعداد الوراثي زي ما قلنا في الاول حاجه. والضغط بقى يا فندم بشكل بالنسبه للضغط نفس المشكله، لما ياكل مثلا الحاجات المقليه والحاجات المحمره، طبق الترشي، طبق المخلل، الاملاح الاملاح ده جزء الدهون، ده الجزء الاكبر اللي هو زي ما قلنا لحضرتك بيزود الدهون، بيزود عبء الكبد على اساس انه يهضم، فبالتالي بيخش في تدهن في الكبد. وللاسف الشديد معظم الناس بتاخد موضوع ان عندي شويه دهون بسيطه على الكبد ببساطه. لا، دي مش بساطه، دهون الكبد لو استمرت لفترات طويله بتعمل تضخم، والتضخم ما بيرجعش لحجمه الاساسي تاني. والاخطر من ذلك انه وصل لحجمه معين بيبدا يتليف. التليف ملوش علاج. وللاسف الشديد برضه 99% من حالات التليف بتقلب باورام وحشه. لا اله الا الله. طب دكتور حضرتك، يعني في وسط كلام حديث حضرتك قلت ان الذبحه الصدريه ممكن تيجي للانسان في وقت الفجر. خلينا برضو نقول للساده المشاهدين ايه يا دكتور اعراض الذبحه الصدريه، علشان كل شخص لو لا قدر الله يعني بدا يدخل فيها يبقى في اسعافات اوليه ليه بسرعه. بالظبط، الذبحه الصدريه بتيجي الم شديد في الصدر بيخلي يقوم من النوم على خنقه جامده، بتبقى مصحوبه بالم جامد اما في الناحيه الشمال اللي سمع في كتف دراعه، او في النص بيزممه بيكتفه من قدام لورا بالم شديد حاد، لا المسكنات ما تعملوش اي حاجه خالص. المسعف الوحيد دي للقرص اللي تحت اللسان بيفك الاوعيه التاجيه شويه تخف الازمه حد. بس العلاج الاساسي لازم يروح المستشفى. مع عرق شديد، هبوط جامد في الضغط، او علو ده جامد في الضغط، تبص تلاقي العيان اكنه دلقت عليه ميه. ممكن يحصل اغماء دكتور مثلا او حاجه؟ بتوصل لا ده غيبوبه مش اغماء، بتبقى غيبوبه نتيجه هيخش بقى في جلطه في الشريان التاكي. خلال قد ايه يا فندم ممكن نلحقه من الذبحه الصدريه ده؟ من خلال ساعه لساعتين بالكثير. كذلك الجلطات برضه. بالظبط. عشان نتفادى الازمه تتحول لجلطه. دايما بنسمع الواحد يقول لك انا عندي قرحه في المعده، عندي مشاكل للاسف في المعده بتؤثر على كافه باقي الاعضاء بتاعتي، بتاثر على اسناني، بتاثر على جسمي، بتاثر على قلبي. اسباب قرحه المعده ايه يا فندم تحديدا، وازاي نقدر ان احنا نحافظ كده ما بين الوقت والتاني نعمل غسيل للمعده بس بالاغذيه السليمه اللي هي تحافظ بشكل كبير جدا على سلامه المعده بتاعتي. المعده زي ما قلنا في بدايه الحلقه اللي هي بدايه استقبال للاكل وبدايه الهضم. نعم. اللي بيأذي المعدة أولا شرب المية أو السوائل السكرية أثناء الأكل، فبالتالي بيقلل من كمية العصارة اللي بتهضم، وبالتالي بقاش فيه هضم، بيبقى في انتفاخ. الأخطر من ذلك من الأعراض بتاعت برضو ألام المعدة الارتجاع، الارتجاع الحمري ده دايما نتيجة زيادة المية أو السوائل أثناء الأكل، فبيخفف العصارة دي مبقاش فيه هضم. أو بياكل وينام، خاصة لو نام على الجنب الشمال. نعم. لان الاكل المفروض بيمشي من الشمال لليمين. فلما بينام على الجنب الشمال بيحصل الارتجاع دايما لان بياخد العكس. تمام. برضو من الحاجات الشائعه جدا بعد الارتجاع اللي هي البكتيريا الحلزونيه، ودي منتشره جدا 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 الايام دول، وللاسف تشخيصها مش سهل. واعراضها بسيطه جدا، اللي قاعد قدامك من سواء كان مريض او زائر او اخ او صديق بتحس ريحه كريهه جدا من الفم، تكريعه وحشه، الام حاده في المعده لا تطاق، وبتتكرر مع الاكل او بعد الاكل او اثناء الاكل. تمام. طب ده بتبقى نابعه عن ايه؟ تشخيصها باكل غير نظيف فيه بكتيريا. البكتيريا دي بتسكن في جدار المعده وبتاكل في جدار بتتحوصل فيها. لا اله. بتوصل في بعض الاحيان لاختراق المعده نفسها او ال 16. تاثيرها الجانبيه يا فندم ايه وبتاثيرها ايه؟ يعني بتعمل ايه على الصحه؟ بتعمل ايه؟ اثرها ايه على الصحه؟ ايه يعني بتخلي المريض؟ انا بقول لحضرتك الام حاده في المعده، اي اكل ما بيستريحش فيه، حموضه على طول، ممكن توصل المعده بتتخرب. طب دي علاجها ايه دكتور؟ يعني كيفيه علاجها؟
علاج سهل جدا، بياخد انواع معينه من الادويه لمده 3 اسابيع وياخدها علاج لمده 3 اسابيع تاني. تشخيصها سهل جدا. لما نحس اولا بالريحه الالم اللي ما بيستجبش للادويه العاديه يبقى لازم نعمل اختبار البكتيريا الحلزونيه. اختباره سهل جدا، اما من النفس او من البول او من البراز او من تحليل الدم، وده الاحسن طبعا. تمام. يعني ريحه مصاحبه لالم في المعده، الم لا يطاق وما بيتحسنش بالعلاج. يعني مش ريحه فقط، لان احيانا برضو التهاب المنظار او بناخد عينه برضو بنحللها بتطلع البكتيريا، بس احنا ما بنلجاش العمليه دي عشان مكلفه وفي نفس الوقت ناس كتير ما بتستحبهاش. تمام. برضو بنجد برضو مع طول الفتره ناس بتبقى ريحه بقها برضو كريهه، ولكن ناس بتقول لك لا ده ممكن المعده، ممكن يكون في التهاب في لما نستثني بقى الفم والاسنان والكلام ده كله والجيوب الانفيه، يبقى لازم هي دي تكون مفيش غيرها. بمعنى صح. تمام دكتور. في اشخاص كتير جدا بيهملوا بالتحديد وجبه الفطار، عايزين نعرف من حضرتك ازاي ممكن اهمال الوجبه دي بالتحديد ياثر على صحتهم خلال اليوم؟ بيبقى دايما احنا دايما بقول للعيان هل العربيه تمشي من غير بنزين؟ لا، البني ادم ما يقدرش يمشي من غير البنزين بتاع البني ادم اللي هو الاكل. تحصيله هيبقى مش مظبوط سواء طالب او موظف او غير موظف. لان بيعمل مجهود جامد من غير اكل. والمشكله الثانيه زي ما قلت لحضرتك في اول حلقه انه بيقعد طول النهار من غير اكل، ياكل بالليل. فدي الاضخم حاجه واحسن اوحش حاجه. تمام. مرضى القلب بقى يا فندم، نقدر ننصحهم نقول لهم ايه التغذيه السليمه، وتحديدا الناس اللي هم بيجي لهم كده مضاعفات في زياده في ضربات القلب، ما بيقدروش ياخدوا نفسهم في احيان كتير جدا، الواحد بيبقى ياخد نفسه بصعوبه، لما ياخد نفسه بيحس كده بنغزه وبشكل النغزه في قلبه. دي بيبقى بدايه خسور في الشريان التاجي، بتيجي بسيطه وبعدين بتزيد بالتدريج وبعدين بتبدا تزيد مع اقل حركه. يعني لما يمشي مثلا يطلع دور او يمشي صحيح. شويه يحس بالالم الشديد، ممكن يزممه وما يكملش المشي. طب اللي بينام انما اللي دايما بنلاحظه ان عدم الدوار لما يكون قاعد يقوم او نايم يقوم يحس بلفه جامده، اما الضغط عالي قوي او واطي قوي. تمام. صداع، صداع الضغط دايما بيمسك المؤخره بتاع الراس. طيب في ناس لما بتيجي مثلا تبذل مجهود بسيط بتاخد نفسها كده بيبقى صعب، يعني بتنهج وهي ماشيه. طب يعني هل ده معناه انه في عندهم مشاكل في القلب ولا لا لازم يكون ممكن الضغط عالي، ممكن الضغط واطي، ممكن زياده وزن، نعم ممكن زياده في حجم الدهون في البطن، كل دي بيأثر على النفس نفسه كنفس. طيب. لو في دي برضو من الحاجات اللي احنا دايما بنلاقيها قدامنا جدا للاسف زي ما قلت لحضرتك، بتشخص على اساس انها ازمات ربويه وبياخد علاج ربو وبيلخبط له ضربات القلب وخروج الجسم وبيلخبط كل حاجه. لازم افرق قوي قوي بين الازمه الربويه والازمه القلبيه والازمه اللي هي نتيجه ارتفاع او هبوط ضغط الدم. وبالمناسبه انخفاض ضغط الدم اخطر من ارتفاع ضغط الدم، لان بيؤدي الجلطات بيزود اللزوجه بتاع الدم نفسها. ودي بنقابلها دايما جدا في الشباب الصغير، البنات الصغيره طول النهار في الجامعه او طول النهار في الكليه او في الدروس ما بتاكلش، وتيجي برضو تاكل بالليل وتقعد. صحيح. والاخطر من هذا الـ الحاجات المنبهات تعتمد عليها الطالبات الصغيره، القهوه والكاكاو والكوكاكولا والنسكافيه والشوكولاتات. برضو ظاهره وحشه جدا جدا بدانا نشوفها اليومين دول، حصوات المراره وحصوات الكلى. للاسف ما كل الناس بنشوف حصوات المراره دي في سن 40 45 مع الستات اللي ولدت وحبلت ولخبطت في الاكل واخدت اقراص منع الحمل والكلام ده كله، دلوقتي بنشوفها من سن العشرينات والتمنتشرات وخمستشرات. للاسف نتيجه بعد حادثه شفت حاله طفل صغير سنه حوالي 4 سنين او 3 سنين ونص، عنده حصوه قد البلحه في المثانه. ده سبب اسبابها هي فندم المراره، والدته كل يوم الصبح بتدي له كوبايه عصير قوطه مع مانجا مع شوكولاتات مع كاكاو، اسمها الحاجات دي كلها املاح اسمها اوكزالات. اوكزالات بتكون حصوات في الكلى والمراره. والاخطر برضو من ذلك انها في سن صغير جدا، برضو شباب صغير بنشوفها الام حاده في المفاصل في الركبتين او في الكعب بتاع الرجل عند خلايا منهم، بتعمل حاجه اسمها الشوكه نتيجة أملاح الأوكزالات في الدم، اللي هي دكتور الشوكة العظمية دي. الشوكة العظمية دي نتيجة أملاح، زيادة الأملاح. تمام. أما اللي بالنسبة لحظات المرارة في كتير من الأملاح، حظات الكلى في أملاح أوكزالات اللي هي بتبقى مش شفافة. دي علاجها صعب جدا وفي الغالب بتبقى الجراحة. وفي برضه لازم نفرق بين الحصوات الصغيره والحصوات الكبيره. الحصوات الصغيره الاخطر من الحصوات الكبيره اللي بتسد الخلايا المراريه وتعمل التهابات حاد. اما الحصوات الكبيره فمفيهاش مشكله الا مع الوجبه بقى، لو كان الوجبه دسمه بتقابض
تعمل مشاكل. طب دكتور العظمه الشوكيه دي بنسمع ان ممكن يكون ليها اكتر من طريقه علاج، اما علاج جراحي او ان ممكن يتم اخذ مثلا حقنه معينه فيها كورتيزون في المفصل. فحضرتك شايف علاج مؤقت، انما العلاج الاساسي لازم يحلل البول عشان يعرف نوع الملح ايه اللي نازل من الجسم، يعمل تحليل نسبه اليوريك اسيد، نسبه الملح في الدم عامه، وياخد العلاج المناسب مع نقول له ما تاكلش كذا لان عندك املاح كذا، وياخد الفواره المضاده. كل نوع من انواع الملح ليه فواره مضاده ليه. نعم تمام. الاسلوب وفي الحالات الحاده بقى بندي مسكنات وبندي الحاجات دي، بس بننصح بعدم اخذ الكورتيزون خاصه مرضى الضغط ومرضى السكر، لان ده بيعلي الضغط جامد وبيعلي السكر كمان. طيب وناس جات لهم جلطات ودخلوا الرعايه المركزه بسبب حقنه زي كده. طيب بما ان احنا داخلين ان شاء الله على موسم عيد الاضحى، كل عام وحضرتك بألف خير يا دكتور. طيب الاسلوب التغذيه الامثل بقى تحديدا مرضى القلب ومرضى السكر، يعني بيبقى موسم وحضرتك تعلم يعني بيبقى فيه موضوع اللحمه والدهون والحاجات دي والفته، فالناس ما بتقدرش تمانع منها. ممكن نقدر ننصحهم نقول لهم ايه بحيث ان احنا ما نحرمش نفسنا وفي نفس الوقت نحافظ على صحتنا سليمه، وتحديدا المرضى السكر والقلب. بالنسبه لمرضى السكر ما نكسرش من الحلويات والنشويات والفته بقى والرز والمكرونات الكتيره مع العصاير زي ما قلنا في اول حلقه، وما نكسرش من الاملاح خاصه الاملاح الدهنيه اذا كانت في الشوربه او اللحمه السمينه والسمنه في الاكل، ما نكسرش من الفاكهه اللي فيها املاح كتير زي المانجا والفراوله والمشمش، دول خطيره جدا. والكلام قاسي عليهم بس برضه لازم يعني ينفذوه عشان نحافظ على الصحه. لو لا لا مش حاجات قاسي، حكايه الالم اللي بيشوفه من مغص المراره او الم الكعب زي ما الاستاذه بتقول، بيقول يا ريتني اقصى جدا من اكلة مانجا او اكلة مقاومة الاطعمة الشهية يعني. بالظبط. بالنسبة لمرضى الضغط بنقول لهم كل لحمة بس مسلوقة او مشوية، وما تاكلش بالليل، كل بدري الصبح او الظهر بالنسبة للعيد بقى طبعا. ما تكسرش من الكبد والقوانص بالذات لانه في كمية املاح اكزالات كبيرة جدا. الشوربه بلاش منها، الناس بتفطر كبده يا فندم على العيد يعني. لا للاسف للاسف وحشه. اقول لحضرتك حاجه، زمان قوي كانت الكبد بتتاكل نيه بس كان لونه احمر نبيتي فاقع كده. دلوقتي مايله للغمام. اتحدى لو جبت لي هذا اللون كل الكبد الموجوده سواء صبحه او مستورده او لسه دريحها، هتلاقي كلها لونها اسود. ليه؟ لان الكبد زي ما قلنا في اول حلقه بيتلقى كل الحاجات الوحشه اللي احنا بناكلها، بما فيها المبيدات الحشريه اللي في الزرع، الفوسفات واليوريا والحاجات اللي بتنضاف، الهرمونات اللي بتتحط على اللحوم وعلى الدواجن والكلام ده كله. دي مشاكل بنعاني منها. احنا بناكلها ببلاويها للاسف الشديد. طب دكتور اكيد برضو الرياضه بشكل عام ليها دور كبير جدا وفعال ده لازم في الوقايه من الامراض. اضعف انواع الرياضه زي ما بنقول انه يتحرك كشغل حتى ولو ربع ساعه في اليوم بعد الوجبه الاساسيه. لا مش قالوا له كرياضه. ياكل ويتحرك في الشغل بتاعه ماشي شويه صح. ما كانش امكانه ان ياكل او يتحرك زي بعض الناس بنشوفهم، مثلا موظفين البنوك ما بيخلصش غير الساعه 7 8، الموظفين الاداريين الادارات العليا مسؤول ممكن اجتماعات واللي لحد الساعه 11 12 بالليل بيقول ياكل بره. فبنقول له اضعف الايمان لو كلت متاخر يبقى تريح ساعه وتنزل، لازم تنزل تمشي مشي عادي ساعه بحيث ان انت تحرك الاكل من المعده وفي نفس الوقت تبدا عمليه الحرق. انما طول ما الاكل في المعده او نزل القولون وقف، ده التخمر بيبدا ويبدا مشاكل. تمام. عايز حضرتك تقدم برضو بعض النصائح وتحديدا لاولياء الامور، واحنا دلوقتي بنجد يعني كثير جدا من الاطفال اللي هم حديث الولاده والناس اللي هم سنهم صغير بيكونوا عرضه بشكل كبير لامراض القلب، لامراض الضغط، لامراض السكر. نقدر نوعي اولياء الامور ونقول لهم ايه في اسلوب التغذيه حتى لو الطفل كان متمسك بالنشويات وتحديدا البطاطس اللي احنا بنشوفها في المطاعم بتاعه الفاست فود والحاجات دي كلها والحاجات الساقعه اللي هي للاسف بتدمر صحه الطفل وبتخليه بيعتاد عليها وبنندم في الاخر. احنا بنقول لهم خاصه لو انت مريض سكر او مريض ضغط يبقى حافظ على الاولاد، اولا ما تزودش وزنهم، ما تكسرش من الحلويات نفسهم، بيبسوا العصاير دي خليها كحافز ليه، كل وخد وبخد بالقدر اللي ما يأذيش، حافظ عليه وهو صغير عشان ما يبقاش مريض وهو كبير. صحيح. نحافظ على تغذيه الاطفال المدارس بالذات لان معظمهم بيجي لنا اغماءات في المدارس، حالات كسور نتيجه مفيش كالسيوم، ما بيشربش كوبايه لبن الصبح، ما بياكلش خالص، مفيش المربات ولا العسل اللي كنا بناخده زمان ولا كوبايه اللبن، بيقعد طول النهار على الشيبسي والمربات والبيبسي والعصاير وبعدين يجي ياكل الظهر
او يرمي السندوتش او يرميه في المدرسه. صحيح. ويجي برده من غير اكل. صحيح. لازم يفطر كويس في البيت وتديه حاجه معاه لو كل. نقدر نقول يا فندم عشان نطبق مقوله الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء، لابد ان احنا نلتزم بالعادات الغذائيه السليمه بالعناصر الغذائيه المفيده والهامه للجسم. الوجبه المتكامله. بالظبط، الوجبه المتكامله زي ما قال الدكتور. واحنا نبعد تماما على موضوع الفاست فود. انا مع حضراتكم ان رتم الحياه اليومي وموضوع الشغل والضغوط دي بيخلينا نلجا في بعض الاحيان، بس مش بيبقى بشكل مستمر عشان تقدر تحافظ على صحتك وبعد كده تقدر تستمر في عملك. بنشكرك جدا في نهايه هذا اللقاء. برضه ملاحظه ان بالنسبه لمرضى الضغط ومرضى السكر وبرضه الاطفال ابناء هذه الفئه المتابعه الدوريه. صحيح. بتشوف مريض ضغط او مريض سكر بياخد علاج مثلا يمشي عليه 10 سنين ما بيغيروش، وفجاه يجي له غيبوبه سكر. صحيح. وفجاه يجي له لا قدر الله جلطه، او ايده تنمل رجله تنمل يخش في جلطه. صحيح. فلازم المتابعه الدوريه وعلاج الضغط. صحيح. مش بيتمنع ولا علاج السكر بيتمنع. احنا بنغير لتركيز اقل. صحيح. او بنقلل، انما ما بنمنعش دايما لا سكر ولا ضغط. دايما بيقول حتى الاصحاء لابد ان يكون كده في شيك اب، يعني فحص دوري كل ست شهور كل سنه. لازم كل واحد من الحاجات اللي احنا بنشوفها كتيره جدا انتقال عدوى فيروس سي. طبعا ممكن. صحيح. يبقى حمل للمرض 40 و20 سنه وما يعرفش. صحيح. وبيحلل بالصدفه وبعدين عمال يوزع هذا الفيروس. صحيح. على كل اللي حواليه. عشان كده دايما بنقول يا فندم من الوقت فرشه سنان مش عارف ايه وما يعرفش. صحيح. بيحلل بالصدفه اللي عنده فيروس سي. نتمنى يا رب السلامه للجميع، وان يكون كده عندنا وعي ودرايه كافيه كده بصحتنا، وان احنا من وقت لاخر نروح وما نخسرش حاجه، نروح نطمن على صحتنا من عند الدكتور والتحاليل الاشعاعات المعينه. وزي ما قال الدكتور مرضى الضغط والسكر لابد كده من وقت للتاني يروح للدكتور ويتابعه، عشان اذا كان في تغيير العلاج يكون افضل بدل ما يستمروا عليه الفترات ويكون ليه اثار جانبيه. بنشكرك جدا ضيفنا العزيز المحترم الاستاذ الدكتور عزت عبد الفتاح حفيفي استاذ البطن والقلب قصر عين. شكرا ليك يا دكتور، شرفتنا ونورتنا اكيد. واكيد كلنا هنلتزم بكل التعليمات والارشادات حضرتك اللي خدناها النهارده عشان نحافظ على أجسامنا وعلى صحتنا وعلى صحة أولادنا بإذن الله. مشاهدينا فاصل قصير جدا ونرجع مع حضراتكم وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهارده.